وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد فهد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة والتجارة. بداية أهلا بك في نشرة الثالثة، وإذ تحدثنا عن أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات التي تدعم ريادة الأعمال وتجمع رواد هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. أهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا يعتبر قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال أحد القطاعات الحيوية الهامة اللي سخرت الحكومة الموقرة كل جهودها لتنميته، وهذا طبعا تجسد في تأسيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة برئاسة سعادة السيد عبدالله بن عادل فخر وزير الصناعة والتجارة، واللي يهدف للتنسيق بين جهود وزارة الصناعة والتجارة وأبرز الجهات الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مملكة البحرين. وطبعا هذا المجلس أطلق خطته المحدثة في منتصف العام 2022 ضمن إطار خطة التعافي الاقتصادي لتنمية قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، واللي طبعا اشتملت على عدد من المبادرات الهادفة لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد وفق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم. وبالطبع الحكومة الموقرة اليوم برئاسة سيدي صاحب سمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اهتمام بالغ نظرا للدور اللي تلعبه في دعم مسيرة البناء والتطوير في المملكة. طبعا عقد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الشيخة في المنامة يبرهن على مكانة مملكة البحرين في كونها المحطة المثالية لتأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وانطلاق المشاريع الابتكارية منها، وأن شراكة وزارة الصناعة والتجارة مع المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال يعكس حرص البحرين على تبني المبادرات الكفيلة بدعم وتمكين رواد الأعمال وتطوير المؤسسات بما يسهم طبعا في رفض الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية المستدامة. نعم دكتور، بالحديث عن المؤسسات الصغيرة، ما هي أفضل الطرق لتطوير المؤسسات الناشئة الصغيرة كونها تلعب دورا هاما في تعزيز الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المستدامة؟ طبعا الأسس اللي وضعها مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنهجية عمله تتلخص في المحاور الاستراتيجية لخطة عمل المجلس، واللي تعتبر الأساس لجميع المبادرات اللي تم تصميمها خصيصا لخدمة هذا القطاع الهام. وطبعا هذه المحاور تشتمل على تيسير التمويل، تسهيل الدخول في الأسواق، تبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، بالإضافة إلى تطوير المهارات وتعزيز الابتكار. طبعا الصبغة العالمية اللي يحملها المؤتمر اليوم يؤكد على سعي وزارة الصناعة والتجارة للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي والحفاظ على مثل ما يقولون نموه وازدهاره، واللي بدوره بالتأكيد راح يأصل ثقافة الإبداع في مختلف القطاعات للمساهمة في تنمية الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، علاوة على التقارب والتعاون وتبادل الخبرات والمعارف ونقل أفضل الممارسات العالمية لرواد الأعمال البحرينيين، وبالأخص في مجالات التوجيه والإرشاد الريادي، الاستثمار، التمويل والتصدير وغيرها. الدكتور خالد فهد العلوي، الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، شكرا جزيلا لك.